اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه باسمك المكنون المخزون صلاة تغفر بها لأمة سيدنا محمد ما كان من ذنوب وما يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا كلكم بخير. هوريكم أسهل طريقة لتقطيع الكرنب، ده هيسهل عليكي في السلق، يعني مش هتاخدي وقت فيه. أول حاجة جبت كرنباية هي حلوة وكبيرة اهي، أول حاجة هتقطعيها كده بالنص، أنا عاملة لكم فيديو صغير يعني وسريع. بعد كده هي الكرنب عشان كبيرة يعني فيها مساحة، فأنا يعني عارفة أقطعها كويس. كمان هتقطعيها برضو، تقطعيها يعني على تلاتة، وبعدين ترجعي تقطعيها على اتنين زي ما انتوا شايفين كده، يعني هتعملي فيها 3 خطوط بالطول بالسكين، بعدين هنرجع نعمل 3 خطوط بالعرض. ممكن تقطعيها كده برضو كمان، او ممكن كفاية خطين بس. بعدين هقطعها بالنص، هقطعها بالنص، وبعدين هقطعها في الجنبين برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده هيسهل عليكي، مش هتحتاجي انك انتي لسه بعد ما تسلقي لسه هتقطعيها وتوضبي الورق بتاعها اهو. وكمان هقطعها كده، ده هيسهل عليكي في السلق قوي. انا عامله لكم فيديو قبل كده تقطيع الكروم وطريقة لفه بسرعة وطريقة طبخه، يعني عامله لكم فيديو كامل. بس اهم حاجة لما تجيبي الكرنبة اهو، شايفين الورقة ازاي، وممكن تقطعيها كده بالنص عشان تبقى يعني الصباع بتاع الكرنبة صغير. بقولك اهم حاجة الكرنبة بتاعتك تكون متهواية، يعني ما تكونش متكوكة، عشان لما تكون متكوكة لما تيجي تقطعيها كده بتبقى لازقة في بعضها، ما بتعرفيش يعني الورق ما بيبقاش مهواي من بعضه زي كده. لما تيجي تنقي الكرنبة بتاعتك تكون الورق قابب كده منها، يعني مهواي من بعضه اهو، شايفين مرصوص رص كده الكرنب طالع معايا اهو. حتى لما تسلقيه هيبقى سهل معاكي في السلق، يعني هتاخدي كميه من الاوراق دي اللي فوق بعضها وتحطيها تسلقيها، وهتبقى سهله معاكي في اللف. وفي الفيديو اللي انا عملته لكم كنت عامله لكم طريقه تقطيع يعني غير دي، كانت الكرنب اصغر من كده فقطعتها على 4 بس، وبتاخدي كل جزء تسلقيه يعني لوحده ربع، يعني ربع الكرنبة. ودي كانت طريقة تقطيع في الكرنب. انا قلت اعمل لكم يعني فيديو سريع كده، يا رب تكون يعني الطريقة عجبتكم. واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكمل التقطيع بتاعها علشان اروح اسلقها.